انت توجه لورثة، اي ورثة من ورثة القاضي. اذا توجه لاربع حالات، توجه لاربع منهم، للقاضي الفرد، للقضاء اذا هم متعددين، للدولة بصفتها ايش؟ مسؤولة عن الوضع، لانه تابع مطبوع. توجه الى اللي ولي الورثة. دعوة التعويل. مين جاء في دعوة دعوة المخاصمة؟ إذا صح طلب وطلب. إذا صح الدعوة طلب وطلب مدني والمسؤولين المدنية. يقول إنه مسبب ضرر الغير. أعطت أيضا من مضروب رفع دعوة سواء كان على الشخص نفسه أو على الخلق الخاص أو الخلق العام. وطبعا كيف إحنا من أحد القضايا؟ إلى المسائل المهنية القاضي. إلى المسائل المهنية المرتبطة. لكن مرتبط بعمل القاضي ومهنته لا يجوز زاد المسؤول عن طريق دعوى المسؤول المخاصم. فإذا مات لأنه مرتبط بالحكم الذي اصدره. لا أنا مرتبط إذا كان القاضي قد سبب ضرر للغير ونبي نعفو نقول له خلاص نبيه. لكن مع هذه الخصوصية لا يخرجها عن الإطار العام لأنها دعوة مدنية تخضع لكل قواعد الدعوة المدنية. بدليل أصل المادة 144 قال يجوز مخاصمة القضاة عن النيابة مدنية. بالرغم من أسباب دعوة المخاصمة ذات طابع جنائي لمدير الطريق إيش؟ خطأ مهني كثير الرشوة، الدور، الانحراف عن السلطة كلها وقائع جنائية. موضوع التعويض والتوقيف موضوع شائك بالنسبة لي. إذا صحت الهيئة اللي فضلها موضوعا بالنسبة للتأديب تخصها موضوع التأديب موضوع أنا أعتقد أن التوقيف كان جزء من التعويض وليس جزء من الحكومة إلا بقرار من رئيس القضاء. فحكم هيئة المخاصمة وهي هيئة مشكلة من خمسة قضاة يكون التوقيف لأنه قال إذا صح تحكم المحكمة ب إذا صح دعوى المخاصمة تحكم المدعي بتعويض مناسب ورفقات المحكمة وبطلان الحكم محل المخاصمة ويعمل قضائي وإيقاف القاضي أو عضو النيابة عن العمل وإحالة مجلس القضاء لتقرير العقوبة المناسبة وتحكم بإعادة الكفالة. فالتوقيف ينقص من التعويض كأنه كل متكامل لأنه عقوبة التوقيف لا يكون لعقوبة قررنا لأنه وقفوا عن عمله وقفوا عن عمله لأنه خلاص طالما وصلنا ارتكب أثناء المحاكمة.
أنا قد يكون ظلم عن معالي الشكلان. يعني بالشكل حالنا الشكل خلاص بحال الشكل معانا لو بغي الشكل إما جواز قبولي أو عدم جواز قبولي. تمام؟ فإذا هو جواز قبولي بالنسبة للشكل إذا جواز قبولي بأبي حدا خلاص بحال الموضوع. يا دكتور موضوع على موضوع التعويض المناسب نص المنطقة يحكم التعويض. هل التعويض المناسب يشمل كل أجزاء التعويض في الدعوة المدنية؟ شكل شكل قانون جديد لا 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 ل
الخمسي بالتصور الحكم الصادر بنص دعوة المخاصمة شكل لا يقابل الطعن بأي طرف بدون الطعن. أما الحكم الصادر بموضوع الدعوة فإن كان صادرا بمخاصمة القاضي الابتدائي فيجوز الطعن به بالنص. إذا دعوة انفصلت إذا امتنع صراحة عن بالنصوص عليه في قانون السلطه القضائيه او الرواية النادله. تمام. ماذا يقصد بالقواعد النادله؟ المرافقه على المرافقه. قائد هيا قائد ابن الذمه. يعني ترتيب القاضي من حيث خطا او تدليس او الغسل. وليس عن عمله مساءله مدنيه اذا كان بمرافقه. من شو لخص لي؟ من شو لخص لي؟ دعوة المقاصمة عمو في حال أن القاضي يعني نظر إلى القضية بدون تأكيد بحول أن يقام بالغاش أو أثارها أحد المحامين إليه. لا قدم مخاصمة يعني المحامي قدم مخاصمة على القاضي في حال أن القاضي نفسه قام بتنفيذ القرار أو تنفيذ في مكان غير المكان المتعارف عليه بالحكم. تمام. مجيب لا مجيب. قال لك لا تنظر قال لك لا دامي قد تنظر في مرحلتين. إيش المرحلتين اللي تنظر فيه؟ ها؟ تنظر في مرحلتين. مرحلتين قد يكون القاضي لا تنظر. ما بكتوش. الشك وال. كيف الشك؟ ليش ما عاد الشك؟ الإقراء. أعطني لا أعطني لا. أنا ضرب شو؟ فيصل 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 هي دعوة مسؤولية. تمام. ها؟ مرحلة الشك أنا كنا تنظر مرتين في حال مرحلتين مرحلة الشك ومرحلة الموضوع. في مرحلة الشك عندما ينظر القاضي مرحلة الشك من ناحية الشكية إيش يصير في هذه الحالة؟ يا دكتور. نعم. هذا الشك فضول الدعوة من اللجنة المكلفة بفحص الدعوة المخاصمة. القبول والرفض. تبحث عن سبب الدعوة، لأنه لا بد أن تكون عذر تشمل سبب أو أكثر من الأسباب المحدثة. طبعاً. فهو ليس مساءلة أو تحقيق جنائي. الشكل. ولكن تحقيق للسبب لسبب دعوة المخاصمة. تمام. وحرمت بعد. هل تقبل أو لا؟ أيوة هل تقبل أم لا؟ هل تقبل هل هي مقبولة أو مش؟ أو لا ترفض. صح. الأسباب المخاصمة بالدعوة. القاضي الزمنا او حبس صريحي على حكم صادر في قسمه لها 48 سنه. تمام. قضاء منطوق واضح نصوصه، قبول الدهور ورفض الدعوه شكلا موضوعا والتقرير او قنوعهم عن دعوى طلب قسمه المرتان 49 وتقديمهم 50,000 ريال. القاضي اعتبر الحكم سند تنفيذي شهر ويقدر السجن المركزي. ينفذ مو مطلوب مني نفذ يا قاضي مو الاستئناف. تمام. ما شهرين ثلاثه لان اوامر من التقديم لا الاستئناف اقنعناهم يبرد احكام تسريريه ويجوز تنفيذه الناس قد ماتوا متقاسمين وكان انقسام اخرى مو اللي يدور الرقابه التعنت واستخدام قاضي سلطه القانون
ويعني عدم معرفة الأصول القضائية الأساسية. تمام. المبادئ الأساسية. عملنا إحنا مدعوة وصلنا قبل اليوم أول يوم من أيام الإجازة القضائية عملنا محبوسية وإسترس من المنفذين للمرة التالية. عملنا دعوة طعن في القرار الحبس. دعوة القصوى ولا دعوة؟ عملنا أول شيء طعن في القرار الحبس لأنه ضبطنا مطلق. رجل في الإجازة القضائية ويعمل هون الحبس. تمام. أبطلت الشعبة قررنا الإفراج عن الرجال. رفض تنفيذ القرار القاضي. رفض وتواصل مع الشرطة ووقفوا. مرة ثانية دخلنا عند رئيس السنة عمل أوامر بالإفراج بناء على قرار الشعبة. ما وجدنا فيه. دخلنا تنفيذ القضايا وجدنا أوامر بنفس الأمر. كل الحالات هذه والرجال مخالف لكل الأصول والقواعد القانونية عملنا دعوة مخاصمة على السبب هذا. خلال 30 اليوم دخلنا الشعبة قررت بولا شكرا يحاكم الخصم الذي نفح ضد القاضي بالحبس لمستقر 60 يوم. نعم. وهذا بالموضوع. هذا بالموضوع بعد ما تقبل شكراً يا دكتور. يقوم رئيس المحكمة بحكمه. الدعوة أن قاضي صح قبل بارتكاب خطأ حكم بالتعويض للمدعي. هذا بعد ترتب على إما دعوة تأديبية أو دعوة مدنية أو دعوة جنائية. يعني الفعل الواحد ترتب على ثلاثة دعاوي. الدعوة التأديبية تكون متى ما خالف الشخص أصول المهنة ويعني واجبات وظيفته. خلي واحد دعوي. ها. يا خلينا نسمع. خلينا نسمع. خلينا نسمع. خلينا نسمع. خلينا الذي يمي إليه كل منهما فدعوة المخاصمة دعوة مدنية ترفع ضد القاضي الذي انحرف عن مقاضي العدالة بهدف مطالبة بالتعويض عما سبب الخصوم من ضرر ابتلاع تلك المخالفة بينما مضمون نظام رد القاضي هو منع القاضي ابتداء من نظر الدعوة إذا توفرت أسباب معينة طيب رد القاضي وتنحيها لي في أسبوع بكرة نحن اليوم معنا ثلاثة حد الشيء وشوف يا دكتور معي استفسار ما دام هناك طبيعة خاصة أو طبيعة استثنائية كوضع القانون هل يجوز التنازل عن دعوة مخصصة؟ هل يجوز التنازل عن دعوة طبيعة خاصة؟ برضاء الشخص تدخل لكن مسكون إذا تنازل خلوا الدعوة هذا كان الكافي رادع الدعوة سبق القول بأن قانون المرافعة نص على مدنية دعوة المخاصمة في أصل المادة 144 وأنها تخضع للإجراءات النصوص عليها القانون في المرافعة لإثبات الدعوة المدنية وبالتالي جواز التنازل عن دعوة المخاصمة كدعوة مدنية حسب ورد المادة 214 مرافعة أضف أن التنازل عن دعوة المخاصمة الدعوة البنائية مش التنازل هذا؟ لا دعوة المخاصمة لا قصير دعوة البنائية والترك على يعتبر كأنه إيش تنازل لأنه دائما يكون من المدعي عن من صاحب الحق فمن حقه يتنازل عن حقه لأنه ترى بس عن حد يوم يدوس سبب ضرر منين من فمن الأهل غير بس لا تيجي بسبب ضرر المحكمة 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 المحكم
56,000 و 220.